في محافظات الجمهورية أطلقت الكنائس أجراسها احتفالاً بعيد الميلاد المجيد وإقامة قداسه. احتفالات اجتمع فيها نسيج الوطن الواحد وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة مع تأمين جميع الشوارع الرئيسة والفرعية المؤدية من وإلى الكنائس. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، مشهد واحد تراه في مصر، وهو الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد. احتفالات عمت كل المحافظات والمدن وجمعت كل أطياف الشعب المصري بمسيحيه ومسلميه الذين لن تستطيع أن تميزهم أو تفرقهم عن بعضهم البعض. ففي كنيسة الشهيدة دميانة بمدينة كفر الشيخ أدى المصلون صلاة عيد الميلاد مع تطبيق للإجراءات الاحترازية، كما أديت الصلاة في 14 كنيسة منتشرة بمدن المحافظة. كل سنة والشعب المصري كله بخير، بنسيجين مسلمين ومسيحيين، كل سنة وكل الشعب بخير يا رب، ونبتدي سنة حلوة جديدة كلها محبة وكلها سلام. كل سنة طيبين ومصر كلها بخير وسعادة وسلام يا رب وأمان. كل سنة وكل بلدنا الحلوة بخير، سنة جديدة سعيدة على كل شعبنا المصري الحلو وعلى كل الدنيا كلها. وفي كنيسة العذراء ببورسعيد أقيمت الصلاة وانتشرت البهجة بين جموع المصلين الذين عبروا عن سعادتهم بما تشهده مصر من طفرة كبيرة. لا يسعنا إلا أن نرتل مع الملائكة، ودي كانت رسالة السماء نفسها، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر. ربنا يحمينا من كل شر ومن كل شبه شر، وبركة ستنا العذراء مريم تكون معنا جميعا، وكل سنة وحدكم طيبين. في مطروح كان الوضع مشابها لباقي المحافظات التي غمرتها الاحتفالات والسعادة. هذه المناسبة أقول لكل إخواننا الأقباط كل سنة طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم وعلى مصر كلها بالأمن والاستقرار والرخاء والمحبة والسلام والرحمة، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احتفلنا من شوية قليلين كده بقداس عيد الميلاد المجيد لسنة 2022. كل سنة والعالم كله بخير ومصر بسلام. وشهد العيد السنة دي إقبال من الرعية في مرسى مطروح، واتشرفنا بتهنئة من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية ومن عواقل المطروح اللي شاركونا الاحتفال بالعيد. أما في الفيوم وتحديدا بكنيسة ماري جرجس فلم يختلف الوضع كثيرا، حيث كانت الاحتفالات والفرحة هي المسيطرة على المشهد. ولم تقتصر الاحتفالات على هذه النماذج فقط، بل عمت الاحتفالات والفرحة كافة المدن والمحافظات والكنائس المصرية التي تزينت بالورود لاستقبال أبناء الوطن وسط إجراءات احترازية وتأمينية على أعلى مستوى. إذن هي مشاهد طالما اعتادت عليها مصر منذ مئات السنين، وكانت وستظل أكبر دليل على وحدة الشعب العظيم وتلاحمه وترابطه. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف شريف عارف الكاتب الصحفي. بداية وبعد التحية، الرئيس السيسي قال خلال تقديمه التهاني في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة إن الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا دون أي تفريق أو تمييز. كيف ترى ذلك؟ أولا اسمحي لي أن أتقدم بالتهنئة لكل المصريين وليس للأخوة الأقباط، فعيد الميلاد المجيد هو عيد ميلاد لنا جميعا ولوطننا ولمحبتنا. وربما ما أكد عليه السيد الرئيس بالأمس في تهنئته وحديثه إلى المصريين، ودعيني أن أركز على ما ركز عليه السيد الرئيس، وأن الحديث للمصريين جميعا وليس لفئة معينة أو طائفة معينة. أولا اسمحي لي أن نتطرق أولا لكيفية الاحتفال الذي بدأ من الكاتدرائية الكبرى القديمة في العباسية إلى كاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأنا في رأيي أن هذه النقلة هي نقلة نوعية ونفسية للشعب المصري. نحن أمام حلم جديد يتمثل في الجمهورية الجديدة، وربما هذا ما أشار إليه السيد الرئيس بالأمس. وهذا الحلم يتطلب مننا العلم والعمل، وأن نعمل كلنا سويا في إطار واحد وتحت مصلحة واحدة ومظلة واحدة هي الدولة المصرية، الدولة التي قال عنها السيد الرئيس أنها الدولة المسالمة وليست المستسلمة.
أيضا هناك رسائل كبيرة يعني قالها السيد الرئيس، رغم أن كلماته كانت موجزة ومن حيث الوقت كانت قليلة، إلا أنها كانت تحمل رسائل ومضامين كبيرة. ربما في رأيي هو تقديره الشخصي أولا وأخيرا لقداسة البابا تواضروس الثاني، وقال أن مثل هؤلاء الرجال يوزنون في المواقف الصعبة. وأنا في رأيي أن صاحب القداسة هو امتداد طبيعي للكنيسة الوطنية المصرية التي لها مواقف كبيرة ومهمة وتاريخية عبر تاريخ مصر القديم والحديث، ولكن التاريخ الحديث على وجه التحديد منذ ثورة 19 وحتى يومنا هذا لقرابة قرن كامل، الكنيسة المصرية لها تأثير كبير في الواقع السياسي والواقع الحياتي. أيضا ربما نتوقف أمام قول السيد الرئيس أننا في بيت من بيوت الله، وأن الله يحمي هذا البلد، وأنه سبحانه وتعالى يسبب الأسباب. وأنا في رأيي أن كل جزئية من هذه المقولة لها معنى كبير، لأن فكرة الجماعة الفاشية التي كانت تضطهد أبناء الوطن اليوم لا فرق بين مصري وآخر أمام الدولة المصرية الجديدة، في الجمهورية الجديدة نحن أمام بيوت الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمي هذا الوطن. ودعيني أتوقف أمام كلمة ربنا هو اللي بيسبب الأسباب. ربما ما حدث كل ذلك كان نتيجة لإرادة المولى عز وجل أن تظهر هذه الجمهورية، وأن يظهر هذا الرجل في الوقت المناسب ليقود الدولة والسفينة المصرية إلى بر الأمان. أشكرك شكرا جزيلا شريف عارف الكاتب الصحفي.